السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الدرس التاسع الجزء الثاني، وهو مع أداة الماجيك ووند تول، وهي أداة التحديد السريع. وتتميز هذه الأداة في إنها بتحدد عندنا المستند بكل سهولة وبكل يسر وتحديد بشكل سريع. طبعا ممكن نتحكم في الأداة، طبعا الأداة بتكون بهذا الشكل وبتحدد كامل اللون اللي انت، لو في لون واحد في المستند كله بيتحدد منتهى السهولة في ضغطة واحدة. يعني مثلا لو احنا هنحدد لون الخلفية، نضغط ضغطة واحدة على الخلفية بنلاقي ان الأداة حددت لون الخلفية كل بكامل المستند. لو احنا مثلا هنعمل كنترول دي عشان نعمل دي سيلكت، مثلا عايزين نحدد البالونات دي، مثلا بنضغط في المكان او على البالونة اللي احنا عايزين نحددها وبنضغط ضغطة واحدة بتحدد كامل اللون، ولكن ما بتحددش الالوان الباقي البالونات، لانه عندنا هنا في اختيار اسمه كونتيجيوس. لو احنا ازلنا هذا الاختيار، عملنا كنترول دي عشان نشيل التحديد، في حالة حذف الاختيار من كونتيجيوس نضغط بنلاقي ان الاداة بتحدد اللون الازرق في كل المستند سواء كان قريب او بعيد، يعني حتى لو كان مش غير متصل اللون ده، فبنضغط ضغطة واحدة بس نلاقي ان كل اللون الازرق في المستند تم تحديده. لو انا مثلا عايز احدد لون البالونة واحدة بس، هانشط الاختيار بتاع كونتيجوس وهاضغط على البالونة اللي انا عايز احددها. وممكن كمان ان انا لو عايز احدد غيرها وانا هو الاختيار بتاع كونتيجوس نشط، بعمل شيفت لفت المفاتيح زي ما خدنا برضه شيفت تعمل إضافة للتحديد Add to Selection. وممكن لو عايز أشيل التحديد منهم بدوس على Alt، نفس الحكاية بتشيل تحديد من الموجودين. عندنا هنا Anti Aliases، طبعا احنا عرفناها قبل كده، خدناها قبل كده. Contiguous دي لو هنحدد كامل اللون أو هنحدد المكان اللي بنضغط فيه بس، وسيمبل او لير لو هنحدد في كل الليرات بننشط هذا الاختيار. نيجي عند تولرنس، وتولرنس ان هو بتدينا كل ما يزيد التولرنس، طبعا اخر حاجة 255، اخر حاجة او اعلى قيمة 255، اقل قيمة صفر. كل ما يزيد التولرنس كل ما بنلاقي انه كل ما يزيد التولرانس كل ما بتزيد حجم التحديد. يعني مثلا لو احنا مثلا عندنا صورة مثلا زي صورة الطفل ده، مثلا عندنا هنا الخلفية دي عايزين نشيل الخلفية دي، الخلفية طبعا لونها ابيض، فطبعا وهو نشط كونتيجيوس يبقى احنا لو حددت الجزء ده، طبعا غير متصل بالجزء ده، لو حددت الجزء ده هيتحدد مع الجزء الابيض اللي هنا ومش هيتحدد الجزء الابيض هنا. هضطر ان انا اعمل اد او اضافة واضغط على شيفت واحدد الجزء الابيض اللي من الناحية التانية، او اعمل كنترول دي، او هشيل هذا الاختيار وهحدد، هيحدد لي كامل اللون الابيض. تمام. طيب بالنسبة لموضوع التولورنس، لو انا قللت كمية التولورنس هنا، خليتها مثلا 5 واخترت الجزء ده من وجه الطفل، اختار لي ضغطة واحدة اختارت الجزئية دي. لو انا هعمل كنترول ودي وازود خليها مثلا 22 مثلا، وهضغط على
هنلاحظ إنه كل ما بنزود قيمة التولرانس بتزيد قيمة الجزء المختار في التحديد. فنراعي المسألة دي وإحنا بنختار بنحدد، لأنها مهمة جدا. دي بالنسبة للتولرانس. وسيمبل بوينت سيمبل نفس الموضوع، بتتحكم في كمية الأجزاء المختارة أو المحددة في حالة وجود جريدين أو تدريجة معينة في الألوان. فإحنا بنستخدم أداة الماجيك بكل سهولة، وبنحدد، نضغط شيفت، نحدد الجزء الآخر. في حالة إن يكون فيه أي أجزاء أنا عايز أشيلها من التحديد، دخلت زيادة في التحديد وعايز أشيلها، زي ما إحنا اتعودنا بنضغط على مفتاح Alt، نلاقي إن أداة الماجيك بتصبح بجانب الأداة علامة الناقص، وببدأ الضغطة بتشيل معاي جزئين من التحديد زي ما احنا شايفين. طبعا بعمل انفيرس او عكس للتحديد عن طريق كنترول او شيفت او اي، وباخد نسخة عن طريق كنترول وجي. وبكده بكل سهولة بحدد الصورة أو بحدد الشكل اللي أنا عايزه، بشيل الخلفية بكل سهولة. ممكن إن أنا أستخدم الصورة في أضيفها إلى منظر معين، مثلا زي كده مثلا، وأستخدم الصورة في شكل معين. ممكن لو أنا مثلا الصورة مثلا ممكن أكبرها شوية عشان تتناسب مع الجزء المقصوص اللي هنا طبعا في دماغ الطفل ده. لو كبر شوية مثلا هنبدأ بالشكل ده، اضغط كنترول وانتر، هيكون مناسب اكبر. وده كان الدرس رقم 9 عن أداة الكويك سيلكشن وأداة الماجيك ووند تول. رب الدرس يكون سهل وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.